بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز آیت الکرسی سٹیپ بائی سٹیپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ بھی آیت الکرسی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور یاد کرنا ہے تو چلے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اگر یہاں پر وقف کریں تو اللہ پڑھیں گے اگر ساتھ میں ملا کر پڑھیں تو اللہ هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم دوبارہ سے اس کو مکمل دہراتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.